يقول: ورد عند قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، قال: أي قبلته التي رضيها. أي نعم، الجهة وجه الله، الوجه يراد به الجهة، يعني يراد به، يقول ذهب فلان من هذا الوجه، يعني منها تلك الجهة. والآية في سياق الجهات واستقبال القبلة، فلا مانع أن تفسر بالجهة. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: وقيل فثم وجه الله، هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. لا، يراد بالوجه أيضا وجه الله الذي هو صفته، ويراد به الجهة، لا مانع. نعم.